الشرقية. ينضم إلينا من هناك مصطفى الشيخ ومراسل شبكة سوريا مباشر، أهلا بك معنا. يعني عادة عمد النظام وتحديدا في ريف اللاذقية إلى حرق مساحات واسعة من الغابات، وتحديدا ما حدث في غابات الفرلق، يعني تم إحراق معظم هذه أو مساحات شاسعة من هذه الغابات. مصطفى، كم حجم خسارة الغابات في ريف اللاذقية من خلال حرقها من قبل قصفها بالطيران وهذه السياسة التي يعتمد عليها النظام؟ مساء الخير سيدتي الكريمة. مساء النور. الوضع الزراعي الآن في ريف اللاذقية هو الأسوأ الذي يمر على منطقة ريف اللاذقية في جبليه الأكراد والتركمان بهذه الحرائق التي اشتعلت خلال السنين الثلاث للثورة السورية منذ بدء الحملة العسكرية الكبيرة للنظام. تبلغ مساحة الهكتارات التي حرقها النظام في غابات ريف اللاذقية وتحديدا منطقة جبل التركمان مساحة ما يقارب 65% من غابات المنطقة، وأكثر من 13,000 هكتار من أشجار ومحاصيل ريف اللاذقية. تركزت الحرائق على منطقتين رئيسيتين هما جبل الأكراد كما قلت وجبل جبل كنسبة وغاباتها وقرى مصير سلمى ومزين والقرى الممتدة على طول الاستراد اللاذقية إدلب تمرد الزاوية وعين الغزال وكيفة التي تعتبرها أن خطوط الريف اللاذقية الشرقي وغرب ريف إدلب إلى ريف اللاذقية الشمالي وغرب اللاذقية. أيضا منطقة جبل التركمان هذه المنطقة الكثيفة جدا بالغابات في أكثر المناطق في سوريا ربعة كان لها النصيب الأكبر من الحرائق، قرى الريحانية وخان الجوز العالية عين عيسى والصفيرة والقصور بشكل كامل ودغدغان والدرة والحلوة وبيت أبلق وبيت عرب وبيت أوان والسرايا. شكرا لك مصطفى، نكتفي بهذا القدر. معك مصطفى الشيخ مراسل شبكة سوريا مباشر من ريف اللاذقية، وأيضا نشكر محمد الفيصل مراسلنا من